سي لو سبور لو بلو تيتري في تونس بارابور لي فيدراسيون الاخرين. دونك تنقصنا الموارد، كان عندنا عجز ب 630 نعمل ليستن. قلت له احنا مشكلتنا فلوس. سيمونير بسيمان قال باش نعاود، قلت له ما نعاودش خاطر ما زايد باش نعاود من غير ما ثماش عندي راه ترو كونترا مع اورغانيزم فينانسيي مع اون اسيورونس اون بانك دو لا بلاس وكيب. طلعنا في الانتخابات يافي دو ليست، عملنا كومباني مع بعضنا انا وياه سي فراس، يافي لا ليست دو سي عبد المجيد جراد وفي ليست راه سبونسورينغ وين ولا ايه. ما ينجم يصح تريزوري ادجوان كان في في غياب تريزوري جينيرال. بدا يبعث فيا فيو اللي فما انا مش راضي على طريق تسير نتاع الجامعه، بدينا نختلفوا فهمني. بدا يبعث فيا بشويه بشويه، عملت شاك اونتر تون انا صارت بطولة عربية خذيناها للنادي الترجي الرياضي التونسي. هي نورمالمون البطولة العربية ذي الاتحاد العربي يعطي البطولة العربية للجامعة والجامعة تعطيها للجمعيات باش تنظمها، والأحقية هي في 2018 الترجي الرياضي. أنت دخلت لي طول طول في ثم الموضوع قبل ما نحكيو على الموضوع هذا. البارح اتصلت بيك واتصلت بسي في راس الفرح رئيس الجامعة، ما حبيتش تكون معناتها موقف نتاعك أنت كهو تكون موجود لهنا في البلاتو، حبيت سي في راس أيضا يكون معاك، لكن اعتذر بصراحة ما حبش يكون موجود معاك في نفس البلاتو هذا اللي قاله لي. قال لي لو كان تكون في حصة واحدة نكون موجود، لكن بحضرك أنت سي يوسف أنا نجمش نكون موجود. على كل يسمع فينا أكيد هو قاعد نجم يتصل بنا في كل وقت باش يرد ويقول ويتكلم على ويعقب على خصوصا على الكلام اللي باش تقوله أنت تو. نجيب له الدوسي اللي متاع شبهة الفساد لو كانت واضح لنا أكثر ملف هذا. ملف هذايا ثم بطولة العربية أعطت هنا الاتحاد العربي أعطى الجامعة التونسية كرة طائرة باش نعطيها للنادي اللي هو الترجي الرياضي التونسي. وقتها قلت لك احنا عندنا تنقصنا الموارد. سي فراس فعلا قال لي كان نمشيو للترجي ونكلموهم يتنازلون عليها خلينا ندخلوا احنا موارد الجامعة. قلت له نشوفوا نحاولوا. يسوري سيلي ديالي اذا كان يخليوها هنا احنا درجه يتنازلوا عليها ودرجه تبارك الله لاباس عليهم يجمو يخليوها. قال لي مشى حكي مع مسؤولين في الترجي الرياضي وتنازلوا عليها وقالوا ننظموا انتم فما حتى مشكل. دونك خذيناها الاسبيرونس، احنا خذينا الاسبيرونس باش ندخلوا فلوس. جيت نكلم في سي فراس فيرا خدم عمل كوميسيون واحد وخدمها وحده، انا غيبني كتريزوري وقتها جنرال غايب متصرف المالي نتاع الجامعه الورك في ليزيفينمون هذوما لي شامبيون دافريك نظموا باقي احنا شامبيون دافريك دي ناسيون مش دي كلوب، هذه دي كلوب نحكي عليها. لي شامبيون دافريك دي ناسيون نظموهم احنا وعندنا لجنه تنظيم في الجامعه فهمني. باقي انا بيدي نظمت قبلها الورد ليغ تورنوا في تونس اللي صار انا كنت بريزون كوميسيون. هو يقول قائمة تعاودناش جماعه تنظم هي بطولات الانديه ولا الانديه ليه؟ قلت لك مش مستنسين. اي علاش؟ هي لا هي تعطيها للجمعيه باش الجمعيه تدخل منها موارد خاطر تدر برشا فلوس. الجمعيه دخل برشا فلوس. ديجا نجم الرياضي الساحلي انا كنت قلت انا سابقا نجم الساحلي في 2016 دخل 240,000 دينار كبنفيس عمل له بنفيس نت. نجم الساحلي في 2016 ما تنساش في 2016 قداش عملت ايطوال؟ 240,000 دينار ويجم ياكدوا لكم رئيس فرع نتاع النجم الرياضي الساحلي في 2016 سي اسلام 2016 زاد معلومه نعلمك اللي كونه الدولار كان وقتها 1.99 توا احنا وقت نظمنا في 2018 2.35 دونك تجي تعمل عمليه حسابيه انت في لو مونطون تاع لو شيفر دافير كل 0.35 ديفيرنس ما بين 1.99 و 2.35 سي ان شيفر دو يوصل 100 دينار دو ديفيرنس. الترجي الرياضي مازال كينظم زاد توا البطوله العربيه عمل مازال كي كلمت رئيس فرق قال لي عملنا بينيفيس وقتاش وفات توا فات عندها جمعتين البطوله العربيه عمل رابور فينونسي نتاعو وسلموا لها رئيس النادي قال لي عملت 280,000 دينار مربيح. قال لي وين نرجع للحديث نحن سؤالك سي اسلام طلبته في افريل اي وفات البطوله العربيه من 14 و 26 فيفري اعطينا الرابور فينانسي فيو لي انا غايب الفينانسي ما حد ما عنده علم خدمها وحده هو عمل انت وقتاش وقعت اقالتك سي عمل امانه المال في مواد جو مي رابيل معناها قبل البطوله ولا بعد؟ لا بعد البطوله. لا بعد البطوله ديجا انا تخصني انا من مال وقتها ما عندي حتى فكره على الروسيت نتاع انت حكيت على قداش دخلت ليتوال. موجود معنا رئيس فرع كره الطائره في النجم الساحلي سيمون عم بن علي. مهلا بك على اكسبريس اف ام سيمون. مرحبا بكم يعيشكم يعطيكم الصحه. مرحبا بك بعطيتونا فرصه بور تدخل لتوضيح حوايج. اول حاجه حبيت نثبت معك في معلومه سي منعم، هل صحيح انكم دخلتوا 284 مليون في النسخه اللي نظرتوها من البطوله العربيه؟ الو ارباح تسمع فيها سي منعم ولا؟
وي نسمع فيك. اول حاجه حبيت نثبت معك في المعلومه، هل انه دخلتوا 284 مليون كربح معناها في بطوله سنه 2016 بطوله عربيه نظمتوها معناها؟ سيبري سيبري، عندنا تقرير المالي نتاع لورغانيزاسيون نتاع البطوله العربيه الانديه البطله 2016، وكان يلافي لو بينيفيس نت اللي عملناه 284 مليون. نحب نوضح حاجه وتدخل يعطيكم الصحه، وانه رينا احنا البرنامج نتاع لي كاتر فيريتي اللي عملناها فيما يخص بطولة العربية نتاع الجامعة التونسية كرة الطائرة. هو السيد رئيس الجامعة قال وانه il y avait 24 كلوب شاركوا في البطولة العربية، alors qu'il n'y avait que 18 كلوب، منهم فريق الفلسطيني، خاطر في اللوائح العربية ديما اي رياضي سيرسي في البريود ما يكونش الاقامه نتاعو في النزل، اختاروا فريق النجم الساحلي، اختار نزل اخر ولا واحد ستش اللي هو ما خلصتش، والسي اس اس خلصت 50%. معناها 15 فريق خلص عارف الرابور الفينونسي نتاعو، قال 52 مليون دخل منها. شكون؟ معناها ولي رئيس الجامعه قال دخل 52 مليون، معناها الفرق تقريبا. شوف احنا التدخل هذايا معناتها حبينا نعملوا تدخل في دي بوان اللي رئيس الجامعه قالهم غالطين على فريق النجم الساحلي، حبينا نتدخلوا هذايا. انا توني بون باش نتدخل على خاطرش نوضحوا الامور هذه فيما يخص فريق النجم الساحلي، وفيما ان اوتر بوان كان تسمح اللي قالوا معناها في البرنامج مش صحيح، وانه في الشامبيون العرب دي كلوب شامبيون اللي نظمته الجامعه التونسيه، وانه النجم الساحلي دفع 16000 دينار للمشاركه وقت اللي هو رئيس الجامعه قال معناها فريق النجم الساحلي كان مستضيف من الجامعه وما خلصش فلوس، الوغ احنا دفعنا 16000 دينار لفري دو بارتيسيباسيون تاعنا. باهي هذه يخلي اكثر من نقطه استفهام، معناها علاش يقول ليتوال ما خلصتش في الوقت اللي هي خلصت 16 مليون. فوالا 16 مليون وقت اللي هو الفريق قال معناها فريق النجم الساحلي كان مستدعي من فريق من الجامعه التونسيه. واضح يعطيك الصحه سي منعم. واضح يعطيك الصحه سي منعم، ديما نقول راهو حبينا شكون يكون موجود معنا من الجامعه باش يوضح النقاط هذوما الكل ويرد على عليهم، دونك مازال حتى الخمسه بتاع العشيه اذا كان فما حتى حد يحب يدخل ويوضح الحكايه مرحبا به. حابين نثبتوا زاد ايضا في النسخه الاخيره من البطوله العربيه اللي نظمها ليسبيرونس قداش دخل، ديما نقول الجامعه في الرابور الفينونسي نتاعها دخلت 52 مليون، نشوفوا ليسبيرونس قداش دخلت. موجود معنا بالتليفون سي شكيب بوسلامه رئيس فرع كره الطائره في الترجي، اهلا بك سي شكيب. اهلا وسهلا عبدالله. باهي سي شكيب، حابين ناخذوا قداش المبلغ المالي اللي دخلتوه في نسخه تاع البطوله العربيه نظمتوها مؤخرا؟ والله وقفنا الحسابات عندنا حاصل صافي 280 الف دينار حوالي. معناها تقريبا نفس المبلغ اللي دخلته ليتوا، ما يفرقش برشا. والله ما نعرف ليتوا قداش دخل. اي كنا نسمع تو في سيمون عم بن علي. باهي سي شكيب، الجامعه دخلت 52 مليون، فاش تتصور تمشي الديفيرينس بينكم وبينهم؟ معناها فاش تتصورها مشيت معناها؟ والله شوف انا نقول احنا تو ماك تعرف ناخذوا بالدولار، الدولار احنا ثلاثه نعرفش هما كي نظموا عام ناول قداش يظهر لي 2.35 2.35 2.40 فهمت؟ بون شوفوا لا ديفيرونس كمان ما يوصلش للمبلغ هذا الكل معناه. قلت لك انا شوفوا قداش لا ديفيرونس وتشوف في معناتها في الاسوام الاكثر حاجه اللي فيها هي فيها معناتها برشا مصاريف هي الاقامه والترانسبور معناتها بون احنا اون بلوس سكنا يظهر لي في نفس الفنادق في قمرت وفي تونس ما نجمش نعمل بوبليسيتي نفس الاسوام شنو اخر احنا كرينا قاعه ما زادوش الاسوام تاع الفنادق مثلا ولا حاجه كيفاش قلت لي؟ معناها مثلا ما زادوش الاسوام تاع الفنادق ولا حاجه معناها هذوما والله ما نعرفش هو الاسوام التفاضليه اللي عملوها له قداش بارابور انو معناتها ما نجمش نجاوب قد قد مي محطوط برسك الاسوام الاسوام حتى كان باش يزيدوا راهو يزيدوا 5% واضح واضح فهمت واضح يعطيك الصحة سي شكيب بارك الله فيك على التوضيح هذا. باهي نرجع معك سي يوسف علاش انت بالذات تكلمت علاش بقيت اعضاء المكتب الجامعي ما تكلموش؟ باهي بس نرجع لك السؤال سالتني وقتاش نحاك من من التريزوري نحاني لو 25 مي تو تذكرت لي رجعت لي لا 25 مي دونك بعد ما قمت بشكوى انا انا بون الاعضاء ما يتكلموش انا باسكو جو سوي تريزوري انا يلزمني من واجبي باش نتكلم وباش نحمي روحي زاده
انا جو سي ريسبونسابل معاه، انا سينياتير معاه. دونك انا قمت بالشكوى نهار 7 ماي، انا سالته انا تو هاك كان سي شكيب بسامه يتكلم، قال لك انا تو بعد جمعتين حضر رابور فينونسي وصبوا وعرف روحوا المرابيع. علاش انا قعدت نستنى من لو 16 فيفري لو 26 فيفري وفات الدوره نسال فيه كل مكتب جامعي يعاود يعطينا الحسابات، يعطينا ما زلت ما وقفتش. يا انا في 7 ماي مشيت عملت شكوى للتفقدي العام في وزاره الشباب والرياضه، طالبوا بالتقرير المالي، اعطيني اوفيسيلمون تقرير مالي. بعدها وقابلت سي سهيل شعور، شنو جاوبك؟ قال لي باهي تو عندك الحق باش تطلب، قال لي مش معقول تو ما صابش رابور فينونسي نتاع البطوله العربيه. شكون يعدو هو التقرير هذا؟ هو يعدو خاطر هو كان رئيس لجنه تنظيم. باهي ما حاسبناش، ما عندنا شيء، ما عندنا حتى فيزيبيليتي، لا انا لا متصرف المالي وانا تريزوري جينيرال. مشينا نهار يوم 7 مايو قدمت شكوى، ما صار شيء، قال لي جيب لي المؤيدات، راهو هاك الدخل، راهو هاي عطيتو عمليه حسابيه، راهي الدخل 38 الف دينار 80 دولار بار جور فوا لو نومبر دو بيرسون فوا لو نومبر دو كيب فوا 11 نويتي. الحساب واضح في عندي في الرابور هنا يجيب 630 الف دينار. هو انا سمعته في برنامجي في الحقائق الاربع في الحوار التونسي، قال نعم لو حسب قدش الدخل عمل حسب، قال به 18 هو 18 واحد اي انا حسبت 20 نحسب على 18 على 18 عملتها الحسب على 18 واحد، عمليه حسابيه سهله تجي في 600 ونجم نحسبوها توا تعمل هاي سيدي نعملوا 18 15 فريق في 18 في 80 دولار في 11 ليله ب يجيو 237600 دولار اون دولار نعملوهم ف 2.35 وقت التو دو جور وقت ف 2.35 الحسبه تجي غلطه العمليه صارت غلطه حاسيلو اني قلت 237 باش تطلع في 600 مليون هكا هكا في 600 مليون 618 نحيو منها مصاريف قداش مصاريف شيء ما هو واضح حاسيلو كي عملت بشكوى عاود في 7 اوت عطيت مؤيدات راهو نحاول نحسب التو ما جاوبنا على رابور فينونسي في اوت هل يعقل الحق قابلت طلعت على اعلى مستوى في الوزاره ما يجيش هكايا في الاخر نسمع تو الا ما تتدخل انا اي واتش ونشكر انا بالمناسبه هذه ونحييه سي احمد القادري في اي واتش جورناليست دافستيغاسيون في اي واتش وسي محمد شريف حواس في من الحقائق الاربعه هما اللي الحق دخلوا كلموني ما كلمت حتى حد انا كلموني سمعوا بالحكايه كلموني وعملوا خدموا على رواحهم وباش وصلنا تعدينا في الحقائق الاربعه في الاخر هما رابور فينونسيال تاعهم ما شفتوه هنا شفتوا كيف الحقائق الاربعه رابور فينونسيال هو فما معناتها الوزاره حاله تحقيق ولا من زي ما حاله تحقيق وانا سمعت ونهارت باش تتعدى الحصه نتاع الحقائق الاربعه السيدة الوزيرة سونيا بشيخ صحت قرار بالتفقدية للجامعة التونسية رغم اللي هو رئيس الجامعة قال من قبل فما تحقيق من لا لا فما شوف عنده 3-4 شهر هما القرار حاضر وما تصححش ما تصح كان نهار الحقائق الأربعة باش تعدى الحصة وقت مشى لهم الجورناليست محمد شريف حواس مشى للوزارة وباش يقابل المدير العام وقابل الناس كل غادي وقتها باش تحركوا ولا يصبوا رابور للتفقدية وقتها باش يصبوه رابور للتفقدية نتاعهم خاطر عملوا رابور هم دونك شافوا انا صبيت وشافوا صب هو وقت هل يعقل يصب رابور في فيفري 2019 نقعدوا عام عليك انت عندك معطيات كل ذو ما عندك علاه ما تصبش ما عندك حاجه باش تخبيها الا ما الوزاره تبعث له الا ما تدخل الا ما اي واتش تدخل على الخط وحقائق الاربعه مشكور قلت لك مره اخرى سيف حواس واضح علاش يقال انه فما خلافات شخصيه بيناتكم هي اللي دفعت باش يصير هذا الكل معناه شوف هو يقول شي حب الى فونس كيل فو انا عندي انا معطيات وعندي وثائق انا توا انا عندي مشكلتي تريزوري نتاع الفيدراسيون شنو هي الوثائق اللي عندك عندي الوثائق اللي رسول اللي ماخوهم على الجمعيات اللي قبض عليهم فلوس وشفت انا في الحقائق الاربعه رابور فينونسي شفته كيما شفتوه انتوما في التلفزه التواصل اللي يقول ذوكم خذيتهم الشركه مش هو كيفاش تو نحب نفهم انا الشركه هي اللي قبضت الفلوس ديما نحب نلعب الدور نتاعو هو اللي هو ما جاش فاهمك سي فاهم شكون الشركه ذي عمرنا ما حكينا على شركه جامي سنا جامي تي بروبوزي في الرينوت بيرو فيدرال عمرها نتحداه عمرها ما صارت هذه اعطاها الشركه شو يعطيها الشركه وريت وانا قال شركه وخلصها 152 الف دينار شو يعني انت تجي تعطي شركه 152 الف دينار على شنو مقابل ايش انا شفت الكونترا شنو هو لوبجي دو كونترا فيه شنو هو الفالور دو كونترا ما فماش قيمه نتاع خلاص في الكونترا هكا سي انيس بن ميم دخل وشاف ما محامي يفهم شاف الكونترا قال هذايا عباره على باطل الكونترا ما يجيش كونترا هكا من هكايا ما فماش كونترا تو سمعت بيه انا حكيت فما كونترا يبدا تو هكا تو نجيو سيستم تو حسب رايك لوجيك مون نحكي نجيو نفكوها الاسبيرونس احنا هكا بالمعنى هذايا فكيناها الاسبيرونس بارك الله فيها الاسبيرونس نزلت ولا فكيتوها نزلت لاباس تحبيب تنزل الاسبيرونس جماعه اخرى ما تنزلناش الاسبيرونس لاباس عليهم ربي يزيدهم
تنزلت لنا الاسبيرانس باش ندخلوا فيها فلوس من بعد جينا نعطيهم شركه انا 250 دينار المربوحه يخليتها الاسبيرانس انا علاش عملتها مالك باش تقول لي انت ربحت 250 دينار هل يعقل تيليه لا ثم خلاف شخصي لا ما ثم عندي حتى خلاف انا سالتك سؤال هذايا خاطر يقال انا جو ديرونج وليد باسكو انا خدمت تريزوري قبل راه الموندا اللي فات وتنجموا ترجعوا تريزوري نتاعنا امريكا سان نتاع الفولي بول اسالت قدك سؤال هذا خاطر يقال انه وقعت اقاله صديقك مدير فني سابق كمال القاعي على ذاك انقلبت على رئيس الجامعه لا 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 عاد انا وصلنا للبساسه هذيا لا لا شنو صديقي واحد مش حكيت صحاب هي مدير فني ربي وجهه خير يخدم على روحه يخدم على روحه في مستقبل هذه مرسى وقاعد يخدم في خدمه كبيره ربي عينه فات الحكايه لا هذه لا ينطلي لا ما يجيش كلام كيما هكا خاطر انت خاطر انا صديقي وما صديقي تيلاش انا نحكي لك بوثائق واحد شنو تجي بلي في الحقيقه الاربعه انا شفت كل شيء في الحقيقه الاربعه راه ملتو ولا ريت حتى شيء راه ما حسبناش الحقيقه الاربعه قال سيدي جاب دي روسو قال الشركه الشركه هي اللي قبضت كيفاش الشركه قبضت من بعد قال له هاو الكاشيه سي حمزه بلومي كيفاش كاشيه يدور عن شركه عندي تسجيل صوتي من الهلال السعودي رئيس وفد الهلال السعودي وكان نحب نسمعوه توا نسمعوه لك توا شنو فيه ما قمت سمعه شنو فيه فيه يقول السيد انا في راس فالح هو اللي قبض ما عندي فلوس هو قبض ما عندي في الفرق المشاركه هو في المرادي معناها مش حتى شريك هو في النزل هذايا هو هذا ما حتى شريكه نظمت ما فماش شريكه هذه ما فماش انا تعن فيه العقد اللي يحكي عليه هذايا لا شكون من الهلال السعودي معناتها رئيس جمعيه شكون رئيس وفد الهلال السعودي جمعيه شركه العربيه قال لك انه معناها اي قال لي انا هو قبض ما عندي انا نعرف انا في بالي انا شفته هو يقبض في الفلوس هو يقبض في الروسيت لا شركه لا شيء شنو يعطي يقول يعطي شركه يعطيهم الخاتم نتاع الجامعه معقول هذا يتحاسب عليها هذا يعطي شنو الخاتم يحوس عند شركه وسامحني قالوا له كيفاش مش انت تقبل كيفاش تعطي الخاتم قال لي خاطر الجمعيات ما قبلوش الجمعيات ما قبلوش يحبوني انا الجامعه شنو يحب الجامعه يا اخي اذا كان عندك كونترا اون بوني دو فورم وتفوض انت تعطي تفويض انت باش يقبل الروسيت يقبل الشركه خلينا نسولو دوا بيوت شنو تحب تقول سامحني زعما السؤال هذا شنو تحب تقول حطهم في جيبه الفلوس رئيس الجامعه انا ما نقولش يا خويا قضيه منشوره ما نجمش نقول انا شبهه فساد ما نقولش سارق انا ما نقولش واذا كان انا ندعي بالباطل يحاسبني مستعد ثم اون انكيت محلوله توا هما يقولوا سارق ولا مش سارق واضح مازلنا مواصلين في الحديث في حول الموضوع هذا سي يوسف لكن نمشيو للاخبار مع زميلي اسامه بعد مواصلين حتى للخمسه متاع العشيه في زون ميكست زون ميكست تابعونا على راديو اكسبريس اف ام بوينت كوم الاخبار اسعد له اوقاتكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. أكدت رئيسة حزب أمل تونس منى منصور في تصريحها لمبعوثتنا لبنى بدا أن مسؤولية هذا الحزب هو إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد، مشيرة إلى أن الحزب يمكن أن يتحالف مع بقية الأقطاب السياسية التي تتماشى مع توجهاته في المرحلة القادمة. حركة أمل تونس احنا الحركة الديمقراطية الإصلاح والبناء اللي بدأت في 2011 مسؤوليتنا مسؤولية الجميع هي كل ما يصير في الوطن هذا هو مسؤولية أي سياسي. أمل تونس هو مستقبل تونس هو مش يكون مسؤوليتنا في الاقتصاد في السياسة في الواقع اللي احنا عايشينه في الوضع البلاد اللي هو يزمو يتحسن. احنا نحبوا للناس هذوما الكل نبعثوا لهم الامل ونقولوا لهم باذن الله في المرحلة القادمة في 2019 نطمحوا باش يكون عنا برنامج نبنيوه من المواطن للمواطن. وبالنسبة للتكتلات بالطبيعة اي مجموعة او اي سياسيين او اي احزاب اللي هي تتماشى مع برامجنا ما فماش علاش ما يكونش فما تكتلات وما يكونش فما تواصل وما يكونش فما قائمات موحدة نخدم بها. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعبر في بيان لها اليوم عن تفاجئها بانعقاد الحوار التشاركي لتقييم أزمة قطاع الصحة المنعقد أمس بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مستنكرة عدم توجيه الدعوة لها للمشاركة وإبداء الرأي ومعتبرة تغييبها أمرا يبعث على الحيرة والريبة. التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة العسكرية العازلة برمادا تتمكن من إيقاف 6 تونسيين على متن 4 شاحنات ثقيلة معدة لتهريب المحروقات وفق ما أفاد به الرائد محمد زكري الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى تسليم الموقوفين رفقة المحجوز إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
إلى شأن دولي مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم مسؤول حكومي وإصابة ما لا يقل عن 20 شخص إثر هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مبنى حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو نفذته مجموعات إرهابية متشددة وفق ما أعلنته السلطات الصومالية. محتجو حركة السطورات الصفراء يتظاهرون للأسبوع 19 على التوالي ضد حكومة وسياسة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وسط تعزيزات أمنية في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم أسامة الحكيم. عندك أكيد أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا. أهلا بك أسمى. أهلا بك سليم، شنو أخوي؟ قلت لي عندك تفاصيل إضافية بخصوص شكوى الهلال السعودي، لو كان تعطينا مع هذا التفاصيل اللي عندك. إكزاكتمون، تاش في 2019 دونك نو جافون بلوس دو ديتاي ونعرفوا أكثر ديزانفورماسيون على الموضوع هذا. دونك الهلال السعودي جيت في 2018 في ستاج جمعة قبل البطولة العربية. سيت اون ديليغاسيون دو 21 يعني 21 شخص كانوا حاضرين في
في الديليغاسيون تاعهم يا يو ان كونفلي مع اللجنه المنظمه نتاع البطوله واللي هي الجامعه التونسيه معناها جامعه البولي دونك هما ما حبوش يقبلوا سته من نات زيدين في دي شامب سينجل اي طون دوني لي البري نتاع سينجل والدوبل ما هو